الآن معنا من موسكو دكتور محمود الأفندي الباحث في الشؤون الروسية. دكتور محمود أهلا بك. إلى أي مدى روسيا جادة في تلويحها بتصعيد ضد الغرب والحديث مرة أخرى عن أسلحة نووية تكتيكية؟ أول شيء سعد أوقاتك سيدتي الكريمة وللإخوة المشاهدين. طبعا لهذا التصعيد هو السبب الأساسي هو يأس الدول الغربية والدول الداعمة لأوكرانيا من تقدم القوات الأوكرانية، وأصبح من الواضح أنه يعلمون جيدا أن يمكن في نهاية هذا العام بداية العام القادم أن يعني تتراجع الجبهة وتتقدم القوات الروسية بشكل سريع. لذا بدأت هذه الهستيريا والمراهقة السياسية بالتصعيد وبالسمح لأوكرانيا باستخدام صواريخ بعيدة المدى على الأراضي الروسية، ولكن هذه ليست تسمح لأوكرانيا بل هي تسمح لنفسها، لأن هذه الصواريخ بانطلاقها وتسييرها وتحديد الهدف سيكون من قبل حلف الناتو، ويعني أوكرانيا فقط ستكون الأرض التي تنطلق منها الصاروخ، ولكن كل المعلومات الاستخباراتية وصيد الصاروخ وانطلاقه ومكان هدفه سيكون من دول حلف الناتو أو من دول مصنعة لهذا النوع من الصواريخ. لذلك هذا التجاوز ليس تجاوز الخط الأحمر بل مسح للخط الأحمر الروسي. هذا يعني أن روسيا الحق أن ترد بنفس الشيء. إلى أي حد يمكن أن ترد دكتور محمود؟ الحدود مفتوحة لدى روسيا، هناك يمكن عدة احتمالات. إما أن تضرب القواعد، تضرب بولندا أو ما يسمى المراكز العسكرية التي تسود أوكرانيا، يمكن أن نقول يمكن أن تضرب كل الطائرات المسيرة على الأجواء الأوروبية التي فيها تجسس يمكن أن تستخدم في تسيير هذه الصواريخ، وهناك احتمال آخر قال الرئيس بوتين يمكن استخدام أسلحة تكتيكية نووية ضد الدول الصغيرة في أوروبا، والمقصود هو دول البلطيق يعني لاتفيا ولاتفيا وإستونيا، بسبب تحريضهم على استخدام هذه الصواريخ معاقبة هذه الدول. ونعلم أن روسيا أهمية لديها أهمية استراتيجية في هذه المنطقة بسبب كالينغراد. لذلك الأمور مفتوحة، ولكن الغرب أنا في رأيي لا يصدق روسيا، يعني عدة مرات صرح فيها ماكرون، صرح فيها سونا أن نحن نتجاوز الخطوط الحمراء وروسيا لن تجرؤ على الرد. الآن أنا في رأيي روسيا سترد بشكل بعدة احتمالات، ولكن يمكن أن نقول أن نحن أصبحنا على أبواب الحرب العالمية الثالثة، هذا أمر أصبح واضحا بشكل من الأشكال. لكن يعني روسيا تقول هذه التصريحات دكتور محمود منذ اليوم الأول لهذه الحرب، وعندما نقول أن روسيا الآن سيطرت على 880 كيلو مترا ربما منذ بداية هذا العام فقط، إذن روسيا قادرة ربما على حلحلة الموقف، لماذا لا تحسم هذه الحرب إذن؟ لا تحسم هذه الحرب لأن دائما أوكرانيا تزود بالأسلحة وتزود بالخبراء العسكريين بشكل كامل، يعني نعلم جيدا الحروب هي حروب استنزاف، فعندما تضعف الدولة اقتصاديا وتضعف الدولة عسكريا بإنتاج الأسلحة هذه الدولة ستستسلم. ولكن تصوري أوكرانيا واقف وراها 52 دولة تزودها بكل أنواع الأسلحة الحديثة، وروسيا لوحدها فقط، هي لوحدها فقط، يمكن بعض الحلفاء إيران كوريا الشمالية، ولكن هذا يعني مواجهة 52 دولة يطيل أمد المعركة ولا يخيب النتائج. ولكن إذا بدأنا أن تدخل الدول وتستهدف روسيا هذا يعني ما يسمى تفعيل العقيدة النووية الروسية. لذلك عندما تبدا الغرب بالتجاوز المباشر والخطوط الحمراء التي وضعها الرئيس بوتين يمكن ان نقول ان الحرب العالميه الثالثه اصبحت على الابواب، ولكن روسيا من قبل صبرت نوعا ما. نعم دكتور محمود، عندما تقول نعم ان روسيا تقف وحدها، هل هذا يعني ان دول الغرب وعلى راسها طبعا الولايات المتحده الامريكيه لن تسمح بانتصار روسيا في هذه الحرب تحت اي ظرف؟ المشكلة هذا الواضح، ولكن المشكلة ليست للسماح لانتصار روسيا، المشكلة أن الغرب وضع خطة استراتيجية وكان واثق أن روسيا ستلحق بها الهزيمة الاستراتيجية بأن بالعقوبات وسونامي العقوبات بالإضافة للحزم السياسي والحرب الهجينة وحرب أوكرانيا ستؤثر على زعزعة الاستقرار داخل روسيا وسيؤدي فعليا إلى انهيار السلطة في روسيا، وكانوا واثقين من ذلك. ولكن عندما صمدت روسيا وتقدمت على الجبهة العسكرية لم يعني اصبحت هناك هستيريا من الجانب الغربي ولا تعلم ماذا ستفعل، وهذا ما صرح فيه رئيس الوزراء الهنغاري من حوالي 6 أشهر تقريبا، قال المشكله تكمن عند الغرب ليس لديه خطه بديله، يعني قال ستهزم روسيا، طيب ولم اذا لم تهزم روسيا ماذا تفعل؟ هذه المشكله، عدم وجود خطه بديله هذا سيؤدي العالم كما قال الى حرب عالميه ثالثه،
هذا الامر يمكن ان نقول يعني كان الرئيس الوزراء الهنغاري محق 100%. دائما الحروب لديها خطه، خطه الف، خطه بديله، خطه بديله اخرى، دائما هناك خطه استراتيجيه، ولكن عدم وجود خطه بديله لدى الغرب، ماذا سيفعلوا مع روسيا ومع اوكرانيا؟ بدات هذه الهستيريا وتجاوز الخط الحمراء. لماذا لا توجد خطه بديله دكتور محمود؟ هل تعتقد ان الانتخابات الامريكيه ربما عامل حسم في الداخل الامريكي، ربما في طبيعه اتخاذ القرار او شكل القرارات المتخذه؟ لا ابدا، هي نوع من انواع النرجسيه سيد الكريم. يعني كان الغرب نرجسي جدا ومتوقع انه سيهزم روسيا، كان متوقع وواثق، لذلك لن يكون هناك خطه بديله. والسبب الاخر هو انحلال ما يسمى الاليتا الاوروبيه او النخبه الاوروبيه الامريكيه في الحاله السياسيه، يعني لذلك نرى كيف الانحلال السياسي في كل اوروبا، نرى كيف الرئيس ماكرون يظهر على الاعلام ويظهر خريطه ويقول لها هذه الخريطة من الصحفي، يعني كيف للرئيس أن يظهر دليل من مصدر صحفي؟ يجب الرئيس أن يظهر دليل من مصدر مخابراتي لأن لديه مخابرات. هذا الانحلال في المستوى السياسي لدى الرؤساء الغربيين يؤدي إلى ما يسمى عدم الاستقرار في أوروبا وفي العالم جميعا. لو كان هناك مفكرين صقور سياسيين كما كانوا من قبل كبرلسكوني وجاك شيراك وتوني بلير، وهذه الصقور انتهت الآن. ما نرى الآن للأسف الشديد هناك انحلال كامل في النخبة السياسية الأوروبية، لذلك هذه النخبة بحالة تغيير عن طريق الانتخابات. وأيضا الرئيس الأمريكي نعلم جيدا أنه يعني فعليا أيام إجازاته أكثر من أيام عمله، يعني فعليا لا يدرك ما يحصل، وهذا ما يعني عدة وسائل إعلامية أمريكية أظهرت ذلك. هذا الانحلال ادى الى انخفاض مستوى السياسه وانخفاض مستوى الاستراتيجيه في هذه الدول. نعم طيب، لذلك دكتور محمود هذا السبب. نعم تفضلي. ربما وانت تتحدث معنا الان رئيس وزراء المجر يقول ان اوروبا تدخل مرحله الاستعداد للحرب مع روسيا، وكان هذا هو سؤالي الاخير دكتور محمود، هل ما هو آتم في هذه الحرب ليس ككل ما سبق؟ طبعا هذا الشيء اصبح الشيء واضح عندما يسمح يعني ان الرئيس وزراء الهنغاري يعتبره من اذكى القاده الاوروبي الان والاكثر. لماذا؟ لانه حليف موسكو دكتور محمود؟ لا ابدا، ليس حليف موسكو، هنغاريا تطبق العقوبات كما دول، ولكن ترفض ان تسلح اوكرانيا، ولكن تطبق العقوبات. هو ليس حليف موسكو، ولكن هو حليف العقل والمنطق، هو لا يريد ان يزج في بلاده بالحرب العالميه الثالثه، لا يريد التصعيد مع روسيا، يعني انت تستفزين دوله لديها قدره نوويه الاكبر في العالم. كيف ذلك؟ هذا خارج المنطق، يعني دائما الدول النووية لا تستفز لأن لديها عقيدة. لذلك الرئيس الهنغاري يقول أن وصلنا الآن إلى باب الحرب، لأنه بمجرد الآن انطلاق صاروخ من إذا استهدف العنقر الروسي أو قاعدة عسكرية داخل الأراضي الروسية ستبدأ روسيا مباشرة في الرد. فكيف أوروبا ستحارب؟ هنا السؤال، هل ستدخل الولايات المتحدة الأمريكية في الحرب مع روسيا؟ أن تضحي بأوروبا لتواجه لوحدها روسيا؟ أنا أتوقع أن أمريكا لن تتدخل ولن تفعل ما يسمى المادة الخامسة، بسبب أن هذه الدول هي التي يعني هي التي حرضت على هذا الموضوع أو حرضت على هذا الاستهداف. يعني نعلم جيدا يمكن أن تترك أوروبا لوحدها لتواجه روسيا، هذا أحد الاحتمالات. نعم. لذلك يمكن أن نقول أن بدأنا التناوشات الآن في أوروبا. نعم. وبعدها إذا تمت زرق التناوشات ايضا تصعدت، يمكن ان نصل الى حرب بالاسلحه الاستراتيجيه النوويه. اذا وصلنا الى حرب بالاسلحه الاستراتيجيه النوويه لا سمح الله، نحن وصلنا الى دمار او مباشره دمار جزئي او كلي للكره الارضيه. لذلك الامر خطير جدا، لذلك يحذر الان رئيس الوزراء الهنغاري من خطوره هذا الاستفزاز وهذه المراهقه السياسيه التي الان للأسف الشديد في النخبة الغربية، النخبة السياسية الغربية. نعم، أنا بشكرك شكرا جزيلا، ضيفنا من موسكو دكتور محمود الأفندي الباحث في الشؤون الروسية.